اي لا انا امس انا ما شاء الله وسلم يعني ماكو تاخر 15 يوم تستلم مالاتك وتروح لاهلك. يعني شلون تقول هم تحسب حسابك الموسم اللي يجيك تقدر تصرف؟ يعني انت ورا 15 يوم يطوك الصيف اي تستلم فلوس قبل 10 اشهر. نعم تأيس يعني شلون تقول تأمله لو يجنك لو ما يجنك. اي يعني هسه 850 كوسه خير سعر خير من الله، بس هل انت الله بالكيمياوي عم الكيمياوي دمرونا بيه السنه غير لا والله. أنا والله بالله يعني يدزونك خمس دوانه والله تفشل تروح تستلمهن والله. تروح للقطاع متأجر لك سياره تروح تستلم لك وزنتين. ايه تروح خب اشتري من برا وهذا وارجع ما داز لك على وزنتين تنطل الفلاح. ايه ما تقول لهن نمونه. نعم العام عم كان مدعوم تحصل لك 3 طنون و4 طنون تقدر شلون تقول تاخذ سياره تروح تجيبهن وتذبب قاعك براحتك. ممتاز. ايه ممتاز ممتاز. السنه لا والله ثلاث وزنات ووزنتين حيصير لك واس والله على هيك اذا كيمياء وهذا عم يغلونه يعني شلون تقول ندفع بها الدفع بو. نعم بس لا هذا كيمياء موجود عمي بيهم خير وياخذون زرع. اها يا والله الله. بالله يا الله يعني اللي يزرع له كان 50 دونم يسويها 100 وبال 100 يسويها 200 يا رب ان شاء الله. اي لا بس اذا وضعت الكيمياء اليوم عين الشعب ترى عليكم طبعا هو يعني العالم عالقه وعلى على قولت الفلاح معيش العامل ومعيش الدوائر كلها هي على الفلاح نريد اكثر انتاجيه ان شاء الله. والله قلت لك بس انت الله بينا بالكيمياء والميه على الله بعد ان شاء الله.